وينضم إلينا للمزيد أيضا الأستاذ عمر حشيش رئيس الجبهة الوطنية للمصريين في الخارج. يعني أستاذ عمر، كيف ترى المشهد اليوم والمصريين يحتشدون أمام سفاراتهم وبيوتهم أو المتمثل في السفارات المصرية في الخارج في هذا المشهد الانتخابي؟ مع حضراتكم فريق العمل وكل المشاهدين في الداخل والخارج، طبعا زي ما حضرتك قلت كده المصريين النهارده بيحتشدوا وفي بيوتهم اللي هي البيوت المصريه في الخارج اللي يعني منوط بيها السفارات والقنصليات العامه اللي هي المقر الانتخابيه النهارده، علشان يمارسوا حقهم الدستوري في الانتخاب على رئاسه الجمهوريه، وفي نفس الوقت كمان علشان يوجهوا دعم كبير للدوله المصريه ويوجهوا رسائل متعدده للخارج لكافه عواصم العالم اللي هم موجودين فيها، اذا كانت عواصم اوروبيه غربيه او عواصم عربيه، ان الشعب المصري العظيم ده صاحب الحضاره الكبيره، بيظهر بمظهر حضاري مشرف للدوله المصريه، وعاقد العزم على انه يشارك بجديه في صنع مستقبل بلده. وهو في نفس الوقت كمان حضرتك يعني مدرك تماما لحجم التحديات والمخاطر اللي بتحيط وتحاك للدوله المصريه، وخصوصا على حدوثها الاستراتيجيه والتغيير الحادث في الاقليم، وفي نفس الوقت بيثمن ويدعم بنزوله النهارده واليومين اللي جايين كمان حجم الانجازات الضخمه اللي تم بالنسبه للدوله المصريه، وخصوصا كمان بالنسبه حجم المكتسبات بالنسبه للمصريين في الخارج على وجه التحديد. واكيد حضراتكم دايما يعني انا متابع دايما احاديثكم كامله، وضيوفكم الساده ضيوف الاعزاء، وهم دايما بيشيدوا بالدور والطلب الطلبات الملحه للمصريين في الخارج في الاونه الاخيره من بدايه تكوين وزاره معنيه في الخارج لتمثيلهم في المجالس النيابيه للمبادرات الكثيره والمتعدده وتلبيه الدوله لمطالب المصريين وتبني الدوله للعقل الجمعي للمصرف الخارجي النهارده في اشياء كثيره جدا، والزيارات المكوكيه اللي بتقوم بيها معالي وزيرة الهجرة لكافة عواصم الدول اللي بيتواجد فيها المصريين بشكل أو بآخر لتفعيل قدرات المصريين. وإحنا شفنا ده يمكن الفترات اللي فاتت دي كلها ممثلة في بعض رموز مصرية في الخارج زي المهندس هاني عازر والدكتور السير مجدي يعقوب وغيره كتير جدا من المصريين في الخارج. فطموحنا كمصريين في الخارج لا يقل ابدا عن طموح المصري في الداخل بالنسبه لدولته، نسعى دايما ونطوق للاستقرار والامان اللي بيعيشه المواطن في الداخل، ده سند ودعامه وركيزه اساسيه يعني بذكر هذه الفكره استاذ عمر، يعني ما هي رساله المصري بالخارج للمصريين في الداخل؟ طبعا يعني يمكن دايما الظروف بتحطنا احنا بنكون طليعه وشعله امل واستبيان ومؤشر بشكل او باخر، خصوصا في الانتخابات، فاحنا بنقدم مؤشر جيد جدا. ويمكن في عواصم العالم النهارده مع ان خصوصا في المجتمع الغربي ان النهارده يوم عمل، ومع ذلك والجو فيه بروده يمكن بشكل او باخر، الا ان كان في احتشاد من اطياف الجاليه المصريه، وكان عندنا في باريس كمان يعني عملوا موقف جميل جدا بالنسبه لاوائل المصوتين الانتخابيين، كانوا واقفين بورود يوزعوها على الناخبين في نفس الوقت. فاحنا بنحتفي بنفسنا حكمه هانم، لان الاستحقاق الدستوري بحد ذاته وقفتنا جنب بلدنا وحجم التحديات واللي بتعمله الاداره السياسيه في الوقت الحالي والعشر سنين اللي فاتوا، اكثر عشر سنين مروا بمخاطر على الدوله المصريه، ده كله بيحدونا بالامل والاصرار. شعور المصري بالخارج يا استاذ عمر يختلف بكل تاكيد عن المصريين الذين يعيشون على ارضها بالداخل وتحت سمائها بكل تاكيد، صحيح؟ اكيد طبعا اكيد طبعا يا فندم، ولكن هنرجع نقول في الاول والاخر ما فيش ابدا مصري في الخارج الا لما عنده اسره في الداخل، ودايما انا اقول كده حتى في همزه وصل، صح؟ ان المصري في الخارج دايما جسد بينبض بقلب الوطن الام. احنا الترمومتر بتاعنا دايما هو الوطن الام، دايما بنتابع الاحوال عن كثب جدا، بنتابع ما ينشر عليه وما يقال في المحطات التلفزيونيه وتصريحات الاداره السياسيه بكافه انواعها وتداعيات وردود افعال العواصم الاجنبيه على القرارات المصريه و
لمعالجة بعض قضايا إقليمية أو قضايا مصرية. علشان كده يمكن في حالة رصد وترقب شديدة جدا من كافة عواصم العالم، نعم، خاصة بالنسبة للرئاسة في وسط التحديات دي كلها، وإن الست بيحملوا قدر كبير بالتحديات في الفترة الجاية. نعم، الأستاذ عمر حشيش رئيس الجبهة الوطنية للمصريين في الخارج، شكرا جزيلا لك.